تلعب المرأة دوراً أساسياً في بناء المجتمعات، وتعتبر محور قياس تطور ونماء للحضارات، وكلما كان وجودها فعال بالمجتمع كلما استقام الأشخاص فيه. محور حديثنا بفقرتنا التالية هو دور المرأة في تعزيز الملكية العامة للدولة والحفاظ على أموال الوطن، مع الأستاذة تغريد ريشة رئيسة تحرير مجلة اليسار. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير، يسعد صباحك ست تغريد. بالبداية خلينا شوية نحكي عن مفهوم الملكية، أو نوضح ونشرح عن تفاصيل هذا المفهوم. صباح الخير إليك، وصباح الخير للإخبارية، طاقم الإخبارية النشيط، ولسوريا الحبيبة. الملكية، هلأ نحن بدنا نحكي عن الملكية العامة. الملكية العامة هي الموارد المتاحة، إن كانت طبيعية، إن كانت موارد بدنا نقول إنه نتيجة جهد عام، جهد جماعي، وأيضا تعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام، على الناس جميعا. ليست ملكية فردية، ليست ملكية ربحية، ليست ملكية موجهة إلى فئة معينة. الملكية العامة هي ملكية بشكل عام للمواطن، وهي الوطن بأكمله. الملكية العامة نحن في عنا كتير خلط، وفي عنا عدم وعي للملكية العامة. يعني الإنسان بيقول لك إنه هي ملك الدولة، الدولة تصطفل تعمل تساوي كذا، هي ما أنا لحدا، يعني أنا متاحة إلي لأنه ما في شخص معين سجل هذه الملكية، إنه هي متاحة. إذن هنا يبدأ الوعي بين الملكية العامة التي هي للجميع، وأنا كل حدا لازم يعتبرها لإله. أنا إلي جزء منها. يعني إذا حكيت عن الحديقة اللي بجوار مبنى الإذاعة والتلفزيون، هلا أنا بدي أقول هاي للمحافظة، لا أنا هاي إلي، لأنه أنا كل ما مريت هون أولا في أكسجين، في هواء، في منظر، في فضاء واسع متاح. إذن الوعي المجتمعي برأيي أنا يقاس بمدى تفريق العام عن الخاص، واحترام العام كما يحترم الخاص. تمام. أستاذة تغريد، يعني طبعا الحفاظ على الملكية العامة هو من القيم النبيلة. بالضبط. قديش المرأة تلعب دور بأن ترسخ هاي القيم، وشو الطريقة الأمثل اللي هي فيها تتبعها؟ هلأ نحن بدنا نبدأ بتوعية المرأة كي نصل بها إلى مرحلة نشعر أنها قادرة على نقل أيضا هذا الوعي. طبعا لا أنكر أن الوعي في سوريا من 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 يعني أقول من عالي إذا قيس بدول تانية، لكن نحن هلأ بسوريا محتاجين، يعني نحن في مرحلة نحتاج إلى الوعي بأهمية الملكية العامة. المرأة قادرة على أن تزرع هذا الأمر بذهن الطفل، يعني من مرحلة سيره، من مرحلة مع تعرفه على الدنيا، مراحل الطفولة الأولى. يعني أنا إذا ماشي حاملة ماسكي ابني وجاي بالطريق وبده يلعب وشاف شجرة صغيرة، إنه أنا خلي ابني يلعب فيها، لأنه هي معلشة هلأ بكرة بيزرعوا غيرها أو بتكون لغيرها، وطيب يعني أنا ما خسرت حدا، ما أجيت على ملكية حدا. أنا بدي فهم ابني إنه أنت ما تفتح تلعب في ناس بيفتحوا حنفية المي، صنبور المي مشان يتسلوا، إنه هي مو إلنا، فأنت فيك في مي كتير. يعني هلأ المي ما عم تنقطع، معلش يفتحوا المي. إذن هذا الوعي. طيب في أماكن ممكن ما توصلها، في بناء عالي ما بتوصلوا المي. إذن بدنا نزرعها من الطفولة الأولى أن يحترم ما هو متاح له، يحترم ما الله سبحانه وهبنا إياه، يحترم ما تسعى الدولة وتسعى الحكومة من أجل تعزيز وجوده، من أجل تأمينه للإنسان. نعم. في هلأ في أنا في أمر دائما بيقلقني بالنسبة للملكية العامة، مثلا في ضمان صحي. نحن يعني تعرفوا أنتوا من منازلكم قديش الضمان الصحي بسوريا بيحترم خصوصية المرض أحيانا، وخصوصا للأطفال. بقول ابني عم يسعل، بجيب قنينة زجاجة أو شراب، إن كانت من الضمان الصحي وإن كانت من جيبي الخاص فهي الدولة تحملت عبء حتى وفرتها بهذا السعر. بيشرب معلقتين، لا خلصت الساعة لي وبكبة، لا هي ما عادت نافعة، بجيب واحدة تانية. أنا تسببت بهدر، الدولة تعبت كتير لأمنت هذا الدواء، وهلأ بهالفترة عم نعرف نحن شو أهمية الدواء عنا. نعم، وأكيد في حدا تاني بحاجة لهدول السلع، فليش لا تتم التشاركية أيضا بالملكية أو بمفهوم الملكية بين الإمرأة المثقفة والمعلمة صح مفهوم الملكية. والله كتير حلو
التعقيب، لأنه هلأ أنا بشوف في إعلانات بالشوارع عم تقول أنه حبة الدواء اللي استغنيت عنها في حدا بحاجة إلى، هذا إيقاف الهدر، هذا هو المشاركة. وبرجع بقلك أنا لو اشتريت علبة الدواء، لو اشتريت ربطة الخبز بمالي الخاص، لكن هي ملك عام، لأنه أنا اللي محتاجته قمت برميه، أنا أخذت حصة شخص آخر هو محتاجه، بجوز كان هو الأحق بهذه العلبة الدواء، لأن بجوز يفوت على الصيدلية ما لاقي نفس الدواء. أكيد أستاذة تغريد، يعني هي ثقافة بالنهاية، أحياناً يفتقد الأهل أو حتى الإمرأة تفتقد لهي الثقافة. يعني كيف فيها مثلاً أنه في حملات توعية يقدروا أنه يسلطوا الضوء عليها؟ هذا الموضوع كتير مهم، أحياناً يهمل، ونتيجة إهماله عم نشوف هيدا النتائج. يعني الأم وقت تقول له لابنها سكر الحنفية لأنه في غيرك ما بده، أحيانا هي نفسها ما بتكون حاسة بهذا الشيء تماما. فبرأيك أنه قديش لازم يكون في حملات توعية توعية الأهل قبل الولد؟ يعني هي حملات التوعية لازم تبدأ مع الأهل، لأني برسخ المفهوم عندهم بينقلوه، بس يقتنعوا فيه بينقلوه للأسرة. هلا انا فيني ابدا لك، يعني انا خطرت لي انه ربطه الخبز مثلا اذا حطينا كلمتين منشور صغير انه نعمه لا تهدروا او لا تفرط فيها هذه النعمه، انا بالتكرار بتصير بترسخ، قطعا بدها ترسخ بالذهن. في حملات، في جمعيات نسائيه، جمعيات مدنيه، في اتحادات، منظمات شعبية، في ناس بتوثق فيها، يعني الشباب هلأ بيوثقوا، والأمهات هني هلأ يعني اللي صارت كبيرة بالعمر صار أولادها هني آباء وأمهات. إذا بدنا نشوف الجيل هلأ، جيل الأمهات الصغار هي تثق بالإعلام، بس أنا ما بدي حمل الإعلام كل شيء. ممكن الدراما، أنا كل فقرة دراما، كل ساعة دراما حملها فقرة واحدة بتدل على أهمية الموارد العامة. يعني أنا بأحد المسلسلات إذا واحد فات على المطبخ وشاف مرته عم تجلي وبده يتخانق، أو إلا لك يا أختي هاي المي حرام فاتحتيها. إذا شاف حدا، شاف ابنه عم يلعب بزرار الكهرباء يطفيها ويشعلها، يقول له لا بابا. بكل فقرة دراما ممكن ناخذ نحن عبرة 10 ثواني بأنه الناس تنتبه لها، بيكون حدا صاحب ضمير سامعه بيقول والله هذا حرام، الدولة عم تخسر كثير، أو حرام هالموارد هي اللي نحن عم نهدرها. الاجتماعات اللي بدها تكون مثل ما قد المنظمات الشعبية، الجمعيات المدنية، هلأ الجمعيات التي تسعى إلى خير الإنسان، تسعى إلى خير المجتمع، أيضا يكون لديها فقرات، ليس فقط توزيع المعونات، ليس فقط توزيع الألبسة، توزيع ما يحتاجه أحيانا الطبق، بدي أقول المهجر ولو ساكن ببيت بس ممكن دخله تغير. يكون في فقرات للتوعية دائما نحسب حسابها، مثل ما قلت لك الإعلام هو أهم شيء، بس أنا ما فيني الإعلام دائما حمله، واللوحات الطرقية بتمر الناس من قدامه وما بقى بيطلعوا غير على صورة الصبية الحلوة بس. صحيح ست تغريد. طب إذا الأم يلي هي عم تحافظ على الملكية العامة سواء ببيتها أو بين أفراد العائلة أو بين جيرانها أو بين أي مكان تتواجد فيه، إذا كان في فرد هو شاذ عن أو ارتكب نوع من الخطأ هو بهين الملكية العامة، هون الأم شو لازم تتصرف لحتى يكون عبرة للمجتمع المحيط فيها حتى لو كان صغير؟ لو كان صغير هي أنا بقول بدها تعاقبه، مو العقوبة بالضرب. أنا إذا كان بده يشتري شيء بقول له لا، لأنه أنت نزعت هي ما بدي يشتري لك. إذا كان بده لنفترض بيتفرج على أفلام كرتون، أنا بدي عاقبه بشيء لو ربع ساعة، أنا ما بقول على طول بمنعه، بدي عاقبه لو ربع ساعة، أنا أقول له لأنه أنت نزعت هي وهي حرام. هلأ كلمة حرام فهموا أنه أنت وقت عم تاخذ الهواء، وقت أنت شايف الشمس اللي عم تجي، لأنه هي عم تساعدنا بأنه عم يصير هذا الضوء. صحيح. لو كانت أحيانا كذبة بسيطة بس أنا بدي شيء يحبه. هلأ أنا نسيت في أفلام كرتون، أنا كنت بموسكو من شيء كام شهر، الأفلام الكرتون عندهم في مسلسل ماشا وميشا وصار عالمي، بيتحدث عن التناغم البيئي،
التناغم البيئي بين البشر والبيئة المحيطة. نعم ست تغريد، كمان كتير مهم مثل ما قلت يمكن السوشيال ميديا، بما أنه هلأ كتير همنا الفيس والواتس والفايبر، كتير مهم مثل ما قلت المسلسلات، اللوحات الطرقية، الإعلانات، وأهم شيء الوعي، وخاصة عند المرأة يمكن نحمل المسؤولية الكاملة، لأنه هي أم، لأنه هي نبع الثقافة ونبع الحنان ونبع التصرفات الصح. هذا اختصار لحديثنا الرائع معك، نحن كثير بدنا نتشكرك وشرفتينا ويسعد صباحك التغريد. أكيد بنتشكر حضورك معنا ومتشكر النصايح منك كامرأة عم بتوجهيها لكل النساء، من معلمة لأم لمربية. شكرا كثير لحضورك ويسعد صباحك. يسعد صباحكم من جديد، ويسعد صباح الإخباري وكل من يشاهد الإخباري ويحب سوريا ويخاف على ملكيات العامة موارد سوريا. نعم، شكرا صباحك، شكرا كثير.